سالي بفقرتنا الأخيرة لليوم رح نروح مع المواهب السورية وموهبتين بالتمثيل بيختلفوا بالأعمار قليلا ولكن جمعهم هواية التمثيل وشغف التعلم وإيصال الرسائل المفيدة من خلال مسرحيات هادفة قدمت على مسارح اللاذقية. آخر عمل مسرحي جمعه كان رسالة تحية للجيش العربي السوري. رح نتعرف أكثر على ضيوفنا عبد الرحمن بلاش موهبة في التمثيل ومحمد شعبو موهبة في التمثيل. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك. الحمد لله على السلامة. أول شيء جيتوا من اللاذقية والطريقة أكيد تحية لكم لكل أهلنا باللاذقية. دائما نحن بنقول إنه أي شيء بيقدمه الشباب فهو إن شاء الله شيء ناجح لأنه بيكون في دافع وفي هدف وفي طموح كتير كبير. خلينا بالبداية نبلش من العمل المسرحي. دائما بنعرف المسرح ما نوب العمل السهل، المسرح هو الأقرب للجمهور. خلينا نحكي عن العمل المسرحي اللي جمعكم واللي حمل رسالة تحية لجيشنا البطل. حنبدأ مع حضرتك، تفضل. هلا هو العمل كان شيء كثير حلو، إهداء للجيش العربي السوري. العمل كان قريب من المواطن. بالنسبة لدوري كان هو أمير داعش الشيخ أبو عبد الله. هو شخص كثير حقير، فكان في صراع بينه وبين ضابط عصام. يعني كان في حتى حساسيه بينه وبين الاشخاص اللي تحت امرته، فكانوا كلياتهم يكرهوه بحبوا يكونوا مكانه. هو الدور كان كثير حلو، انا كنت كثير مبسوط فيه بالتجربه مع كوتش جعفر درويش، كثير بوجه له شكر. اكيد. وبحب اشكر كل حدا دعمنا ووقف معنا. اكيد. خلينا نعرف شو هو كان دورك وشو هدفك والرساله اللي حبيت توصلها من المسرحيه. بداية صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم. انا جندي بالجيش العربي السوري، بكون مبعوث مهمه، فانا بتصاوب اثناء المهمه، بروح على منطقه مقطوعه، بشوف شخص عم يدور على حدا خطفوا له المسلحين، بدور بيناتنا حوار، اثنيناتنا بنكون خايفين من بعض، ف بدله انا على الطريق، بيحملني على ظهره، بيسالني انت شو اسمك؟ انا هون ما برد عليه، برجع بيسالني مره ثانيه انت شو اسمك؟ كمان ما برد عليه، بوقع على الارض، فهون بكون ميت انا، هو بيهرب، فهون دليل على انه الشعب السوري قلبه طيب وبحب المساعدة. يعني يمكن عم نحكي نحن بتفاصيل الأدوار ولكن خلينا نتجه أكثر لهدف العمل اللي أنتم قمتوا فيه. دائما الرسائل الموجهة لأي عمل نحن بنقوم فيه وخاصة بفترة الحرب اللي عم نمر فيها، وأكيد اللي أي شيء بيجسد تضحيات وبطولات الجيش العربي السوري هو مقدس بالنسبة لنا، ولكن كيف كان تفاعل الناس معكم من خلال العمل وخاصة أنه قدم على خشبة المسرح؟ يعني ما كان فيه مونتاج، يمكن في بروفات كانت كتير قبله. احكوا لنا عن هيدي التفاصيل. هلا هو بالنسبة انه العرض كان مسرحي، فمثل ما بتعرف انه المسرح بيكون قريب جمهور على طبعا على الممثل، فبيكون في تفاعل بين الجمهور والممثل، فانه كان يعني في اعجاب من الجمهور، بما انه شيء بيلامس الشعب. صحيح. ويعني ما في حدا ما بيتمنى يكون في شهاده يعني بسبيل الوطن. اكيد. خلينا نحكي التحضيرات كيف كانت، قديش اخذتوا وقت من الزمان وكم شخص كنتوا؟ بس اثنين؟ لا كنا 10 شخص. خلينا نحكي عن الموجودين وكيف كانت التحضيرات وكيف التنسيق وكيف لقيت النتيجه. هلا بالبدايه نحن ضلينا شهرين بروفات، كان في الضابط والعناصر وفي الامير ابو عبد الله وعناصره كمان. هلا صار شويه احداث بدايه و لا عادي اكيد، يعني يمكن الاحداث بتفاصيلها ما راح تقدر تفصلنا اياها، ولكن كيف كان بشكل عام يعني نحن كيف ختمنا هذا العمل؟ هلا الجمهور كان متفاعل ووجهنا الرساله صح. حلو. كان معنا بشكل مباشر تماما، فانه الرساله وصلت بشكل صحيح. بشكل صحيح اكيد. اكيد التفاعل اكيد كثير حلو، رسالتكم اكيد وصلت مو بس باللاذقيه، اكيد لكل المحافظات السوريه واليوم كمان عبر وسائل الاعلام الوطني. خلينا نحكي كمان عن دراستكم، شو عم تعملوا بالحياه وشو في عندكم اعمال قادمه؟ هلا محضر السنه التقديم على المعهد العالي. حلو. ان شاء الله خير. ديك السنة قدمت بس ما مشي الحال. السنة رح ارجع اقدم على المعهد، في شيء جواتي حابب طلعه،
الموهبة اللي عندي. أنا حابب فالمعهد العالي بشكل لي موهبتي وبزيدني معرفة أكثر. تمام. وعبد الرحمن ايضا شاركت مع الشبيبه مثل ما بنعرف، وكان لك يعني مشاركات عديده، ويمكن كمان هلا عم تدرس شيء تحكي لنا عنه. هلا اول شيء بحب اشكر الشبيبه مدام هو المكان اللي بلشت فيه انا بالاول. اكيد. بالنسبه هلا انا طبعا هلا عم ادرس في 11، فباخذ البكالوريا وبعدها بقدم على المعهد ان شاء الله. 11 يعني لسه صغير، عمري 16 سنه. فبقدم على المعهد ان شاء الله بنقبل، ما انقبلت بحاول السنه اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، ما راح استسلم طبعا. حلو كثير. اكيد اكيد. بدنا كلمه اخيره لكل حدا عم يتابعنا، لكل حدا وقف معكم ولكل حدا دعمكم، سواء عائلتكم ولا الشبيبه ولا مكان ما عم تدرسوا، خلونا نحكي. هلا بشكر الكل وبشكر كل حدا وقف معنا وكل حدا دعمنا، وبشكر رفقاتي وبشكر اهلي وبشكر الكوتش جعفر درويش كثير كثير، هو حدا كثير موهوب وكثير شاطر، وكان هو كثير مؤسسنا وهو له فضل علينا كثير طبعا. اكيد. بوجه تحيه لكل اللي دعمنا، وتحيه كبيره للكوتش جعفر درويش، وشكرا كثير على الاستضافه الحلوه وقناه الاخباريه السوريه. اهلا وسهلا. شكرا لكم كثير. اكيد نورتوا صباحنا لليوم، ونحن المواهب الشابه دائما بنفتخر فيها، وبنشوفكم محققين ان شاء الله حلمكم وموصلين رسالتكم مو بس بسوريا ولا كل العالم. شكرا لوجودكم معنا. شكرا كثير.